تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق السادس لهذا الموسم والذي اشتمل على 9 أشواط، وأقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكأسي نجلي سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة وكأس العيد الوطني المجيد برعاية من وزارة شؤون الإعلام وكأسي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان آل خليفة وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام. ونيابة عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قام سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس سموه وكأسي نجليه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة، حيث تم تقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي وكأسي الشوطين الثاني والسابع إلى المضمر الفائز ألان سميث، ثم قدم كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس وكأس الشوط السادس إلى المضمر الفائز فوزي ناس وكأس الشوط التاسع إلى المالك الفائز محمد خالد عبد الرحيم، فيما قام السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بتقديم كأس العيد الوطني إلى المضمر الفائز فوزي ناس، فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي للشوط الثالث إلى المالك الفائز يوسف البعينين وكأس النادي للشوط الرابع إلى المالك الفائز فاضل جمعة.